حضرتك النهاردة بتتحدث في موضوع مهم، الذكاء الاصطناعي وخطورته والشائعات. عاوز أقول لحضرتك، هتحدث عن الدولة المصرية، وهذه دراسات من خلال الباحثين معنا في اللجنة. الدولة المصرية من أكثر الدول التي تتعرض لشائعات، خاصة في فترات لما يبقى عندك استحقاق سياسي أو عندك افتتاح مشروع كبير فيه إيجابية للناس. بمعنى احنا رصدنا في 2018، وانا وقتها كنت في صالات البرلمان موجود، كنت شاهد عيان على هذا الرصد. 2018 كنا ساعتها في استحقاق سياسي ورصدنا 53 ألف شائعة في 3 شهور، 53 ألف شائعة في 3 شهور، وتصدير حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع. كان في هذا التوقيت هدينا شوية ودخلنا في شائعات أخرى، لكن في هذا التوقيت للأمانة الدولة المصرية بدأت تعي ده جيدا، وبدأ يعمل بقى عن طريق مركز معلومات مجلس الوزراء وعن طريق القطاعات التنفيذية الأخرى الرد على الشائعات. وانتوا حضراتكم النهاردة في التلفزيون المصري بتهتموا ده حقائق وشائعات، حقائق وشائعات. تشوف اليوم في طول اليوم الواحد كم شائعة في هذه الفترة. بالطريقة دي انا بتكلم على 1500 شائعة يوميا في الوقت ده. طبعا كل يوم احنا في هذه الفتره بقى انتشار الشائعات وتصدير حاله من الاحباط لدى الناس في الشارع بشكل كبير. هدي لحضرتك مثال ودرسناه، واول مره اقول هذا الكلام في وسيله اعلاميه، انا قلته في اللجنه عندي. يعني بنلاحظ لما يبقى عندي مشروع قومي في سوهاج، واحنا كنا موجودين في سوهاج افتتاحات مشروعات، طلعت كمية شائعات في سوهاج عشان يصدروا حالة من الإحباط، واتعملت ممولة بآلاف الدولارات، مش ببالغ، بآلاف الدولارات عشان تصدر حالة من الإحباط لدى الناس في الشارع في سوهاج وتغطي على المشروعات القومية اللي بتفتتح. النهاردة انت بتفتتح مشروع في كفر الشيخ او مشروع في برج العرب في اسكندرية، بتلاقي شائعات في هذه المنطقة ويصدروها ممولة عشان تصدر ويغطي على الإيجابيات. طيب كيفية مواجهتها هنقولها. الشائعات بقى احنا داخلين على ثورة تكنولوجية رابعة، والذكاء الاصطناعي والدول دلوقتي بتضع في مقدمة اهتماماتها، واحنا كدولة مصرية والدليل ان احنا عندنا وحدات ذكاء اصطناعي في مصر دلوقتي. حضرتك اكدت على ايجابيات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. الذكاء الاصطناعي طبعا له ايجابيات كثيرة، ولكن السلبيات اخطر، واحنا النهارده بندق نبوز الخطر. ليه؟ لان احنا ممكن نستخدم الذكاء الاصطناعي بعد انتشاره في الدوله المصريه بشكل خاطئ. ان انت النهارده كنت ممكن تستخدم قبل كده في تطبيقات مختلفه، تيك توك، اي تطبيقات على فيسبوك على غيره، شائعات. انما انت النهارده ممكن تستخدم اخطر في الذكاء الاصطناعي، بمعنى ان انت ممكن تستنسخ، او ممكن النهارده تخش بنموذج محاكاه وتقلد صوت احمد بدوي وتقول تصريحات على لسان احمد بدوي وهو ما قالهاش اصلا. ست نائب، انا بالديب فيك اقدر اخلي النائب احمد بدوي قاعد بيقول كلام صوته وصوره وفيديو وبصوته وبمصطلحاته وكل حاجه، وعمليا ولا قال اي جمله من دول. صح، ده عشان كده احنا في البرلمان، ما انت لازم مواجهته بقى. كيفيه مواجهه ده بثلاث حاجات. اولا وحدات الذكاء الاصطناعي سواء موجوده في وزاره الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات او الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لابد الحقيقه، وانا شايف ده ان شاء الله يعني متجهين لي المتابعه والرقابه الجيده. الجزء الاخر تحديث التشريعات. ايوه، تحديث التشريعات ده مهم جدا. احنا النهارده ناقشنا قانون تقنيه المعلومات، وهو اولى قوانين السوشيال ميديا عام 2017 اللي هو 175، والصدر والواقع عليه السيد رئيس الجمهوريه عام 2018. ده انا بعتبره من اهم القوانين واولى قوانين السوشيال ميديا اللي احنا بنقول عليه في الاعلام قانون مكافحه الجريمه الالكترونيه. هذا القانون الذي يواجه الجريمه الالكترونيه بكافه اشكالها وصورها. احنا في 2017 واحنا بنناقش كنا السب والقصف، الابتزاز الالكتروني، الهاكرز، تركيب الصور للفتيات وربطها بمحتويات منافيه للاداء، ده كله كنا بنناقشه. الذكاء الاصطناعي ما كانش لسه في 2017 تم احنا النهارده لازم هنعمل تحديث لهذا القانون. صح، اعتقد في دور الانعقاد اللي كان، واعتقد ان الحكومه لازم تقدم لنا
مقترحات، لان الامانه الشديد في تعاون مثمر بيننا بين وزاره الاتصالات والتشريع في وزاره الاتصالات، بنحدث